في كثير اشخاص اذا ترحلوا على سوريا مصيرهم عدم. الامم المتحده صفر على الشمال، نحن ليره واحده ما حولنا برات لبنان 200 مليون دولار، هدول ليش ما الدوله اللبنانيه بتطلع بتحكي انه نحن عندنا مردود 200 مليون دولار بس من وراء الكفالات، كان في عندك اشخاص عنصريين يتعرضوا للشباب السوريين، بطلت عند الاشخاص العنصريين، لا صارت عند السياسيين، هي عم ترمي فشل على السوريين على اكتاف السوريين، كل مجالات العمل بيشتغل فيها السوري، ما في عنده شيء صعب، هن مظلومين بلدهم، بس ما قصفوهم بالطيران مثل ما عملوا عنا، باطل النظام ما سألوك وين رايح، هني ما مشكلتهم وين رايح، مشكلتهم انه معك مصاري تدفع، الله معك. ضليت بلبنان 10 سنوات، 10 سنوات بلبنان الامور كانت جيدة لحد ما صارت الازمة الاقتصادية بلبنان اللي هي صارت بعد الثورة اللبنانية وبعد انفجار المرفأ بلبنان والتضخم المالي، هاي كلها بنعرفه ازمة الكورونا، بنعرف نحن الصلة والوصول بين حكومة الاسد وحزب الله حزب الشيطان. كان في عندك اشخاص عنصريين يتعرضوا للشباب السوريين، اذا بنذكر بال 2015 مشكله اللي صارت بين الاكراد وبرج حمود، ايه انه السوريين كذا، صارت مشكله كثير كبيره وقتها، طوش كثير كبيره وغيرها وغيراتها، في المشاكل كثير، الناس اللي بتتشلح على الطرقات، الطعن، بس هاي مشاكل فرديه، بطلت عند الاشخاص العنصريين، لا صارت عند السياسيين يلي هن فاشلين، اللي كان نواب واللي كان وزراء واللي كان رؤساء الحكومات اللي مرت على لبنان من أزمة الكورونا لليوم. هلا السوريين الدولة اللبنانية هني عصب الحياة بلبنان. السوري بتلاقي عم يشتغل كل مجالات العمل بيشتغل فيها السوري. ما في عنده شيء صعب. قل له اطلع بدنا نحفر جب القمر ما عنده مشكلة بيحفر. وتركيز صار كتير كبير هلا بهاي الفترة ضج فيه الإعلام. انه سوريا مانو قانوني بالبلد. طيب انا اليوم انا لنفرض انا كشخص مسجل بالامم وما بدي وراتب الامم ما بكفيني اللي هو 20 دولار ولا 25 دولار ولا 100 دولار، ما بتعمل شيء، ما بتطعميني، انا كيف بدي اعيش؟ انا اذا بدي ادفع فاتوره الكهرباء اعطيك الحسبه ولا فاتوره المي ولا كذا. هلا بيجي واحد بيقول لك سوريا الامم متقدم له، ما انا متقدم لنا الامم، اذا من الجمال اقل من دانو، مو دانو اقل من دانو. اداك عن هيك بيقول لك المفوضي والامن العام اللبناني منعوا انه اليوم انا اذا عندي كفاله على المفوضيه ممنوع اشتغل، انا كيف بدي اعيش؟ ادنى الاجور هلا بتروح على لبنان كله بيقبض بالليره اللبنانيه، وفي قسم من اخوتها اللبنانيه بيقبضوا بالليره اللبنانيه، يلي هني مثلنا، مثل ما نحن مظلومين ببلدنا وهاجرنا على لبنان لجئنا الى لبنان، هني مظلومين ببلدهم، حكومتهم عم تاكلهم واكل حقهم وماصه دمهم، بس ما قصفوهم بالطيران مثل ما عملوا عنا. ايه بلحقوك انه ممنوع تسوق ميتور، بدك تسوق ميتور تكون نظامي. ليش الدولة اللبنانية منعت السوري يسجل سيارة او ميتور باسمه الا موديل سنتا؟ يعني هني عملوا قانون وعملوا فيه ثغرة صغيرة، بدهم اشخاص محدودين يفوتوا يشتغلوا بالبلد، يعني هني رؤوس الاموال واصحاب النفوذ الكبيرة يلي عندهم صلة بين نظام اسد ونظام حزب الشيطان وحركة امل وغيرها وغيراتها. هدول الاشخاص بدهم يعني يفوتوا يطلعوا على البلد، يعني بيجيبوا مصاري بيطلعوا مصاري. المردود اللي عم يفوت على جيب الدوله اللبنانيه من تواجد الاشخاص السوريين شيلك عن العماله وشيلك عن كل شيء. انا اليوم كسوري بدي ادفع 200 دولار بالامن العام لجدد ورائي كل سنه 200 دولار، انا 200 دولار ضرب على مليون سوري 200 مليون دولار. هدول ليش ما الدوله اللبنانيه بتطلع بتحكي انه نحن عندنا مردود 200 مليون دولار بس من وراء الكفالات؟ عندك اليوم الاشخاص اقل تسجيل الموتور او اقل تسجيل سياره قبل التضخم، اقل موتور اقل سياره اقل سياره 200 دولار، 150 دولار، 170 دولار، 200 دولار. طيب ضرب لي على 100 ألف، ملايين دولارات عم تفوت لخزينه الدوله. نحن ليره واحده ما حولنا برات لبنان، 90% من الشعب العايش في لبنان كله المصاري اللي بنقبضها كلها عم نصرفها بلبنان، عم نصرفها بنزين، عم نصرفها مشتريات، نحن كشعب مستهلك. هذا شيء كثير منيح، انا السمان عم يربح من وراي، صاحب المطعم عم يربح من وراي، صاحب المتجر عم يعني عرفت شو الفكره؟ انا اليوم لما عم اخذ ال 100 دولار وروح اشتري فيها كم شخص عم يربح من ال 100 دولار حتى لو كانت قليله. هلا اكثر الاشخاص المتضررين هن اللي دخلوا على لبنان خلصي، ما بيحسنوا يفوتوا على دوائر الدوله السوريه، دوائر النظام المجرم، يعملوا وراء ويفوتوا على البلد نظامي، لانه اليوم الدرك او الامن العام اللبناني او المخابرات او الى اخره، وقت اللي بتكمل الشخص السوري، تعال انا عندي كفيل بس كاسر ورائي من سنتين، بيقول لك روح جدد. انا على الامم المتحده ورائي بالامم المتحده، روح جدد. بس الشخص اللي داخل خلصي هذا
هون مشكلته. أنا ما معي أوراق. هذا عم يشيلوه زتوا على الحدود السورية. هذا عنده مشكلة بالبلد، هرب على لبنان. هلأ صار عنده مشكلتين، مشكلة هرب ومشكلة رجع. مصيره يا على المعتقل يا على التصفي، يا أما معتقل ومن ثم إلى الخدمة العسكرية. يلي بدي يجي يوقف على الجبهة هون ما قابلنا، يعني يا بدي نقتله يا بدي قتلنا. الأمم المتحدة صفر على الشمال، لا بتحل ولا بتربط. الأشخاص اللي مسجلين على الأمم المتحدة 850,000، في منهم 200,000 مجددين وراءهم ما نعم تسجل. هلأ صار له أكثر من سنين ونص أو سنتين ما نعم تسجل إضافات، ممنوع. أخي أنا ما بدي مصاري، بس سجلوني مشان أحمي حالي، مشان أعمل ورقة بالأمن العام أنه أنا اليوم لاجئ. ما بدي مصاري من الأمم المتحدة، أنا عم أشتغل بأي قطاع تاني. ما في، صار لهم ما يقارب السنتين ما سجلوا لواحد ملف جديد، ما فتحوا ملف جديد. اليوم أنا كشخص مسجل بالمفوضية ما بيرحلوني. مشكلتهم أنه بدهم يعملوا حرب إعلامية حتى يجيبوا مصاري من برا على اسم السوريين. هي عم ترمي فشل على السوريين، على كتاف السوريين. ما فيها تقول للمصري قوم اطلعوا من لبنان. المصري بيقوم بيركب طيارته الزلمة بيرجع على مصر. السوداني بلبنان، السودانيين في سودانيين، مليون سوداني، في مليون بنغلاتشي أو مليون هندي. الهندي يفوت على لبنان عقد دولار بيقبض دولار. روح على كل الكازيات بلبنان ما بتلاقي يا هندي يا بنغلاتشي، ما بتلاقي لا سوري لا مصري. هذا بيجي من برا بيعمل عقد، بيعمل تأمين صحي. بينما السوري أنا ابن عمت وقع عليه شريط كهرباء، حرقته الكهرباء وتوفى الله يرحمه. طيب أنا هذا الشخص مات بالشغل، المصاري ما بترجع الميت، بس أعطونا تعويض لأهله. نحن اليوم كسوريين، أنا كنت عايش مخيم 5 سنوات، عشت المخيم، ندفع كهرباء، ندفع مي، مواد تدفئة نحن نشتريها. يعني بيجي بيقول لك الأمم، هني حاطين علاقة، حاطين شماعة، كل ما بتحكي كلمة بيقول لك الأمم عم تعطيكم. خي شو عم تعطينا الأمم؟ أنت شو مشكلتك؟ أنت اليوم كشخص، كسياسي، كوزير، كشخص لبناني. هلا أنا ما أنا عم أحكي على الشعب اللبناني، بس في أشخاص بتطلع بتقول لك إنه الأمم عم تعطيكم، أنت شو مشكلتك؟ أنا دافع خروجي من لبنان كان عندي مشكلة بالوراء تبعي، مشكلة بالأمن العام وما جددت ورائي، وصرت خايف من الترحيل والمردود قليل. يعني اليوم أنت تشتغل ب$5 أو $7 بدك باليوم $10، أنت عم تشتغل مكسور. طلع التهريب عن طريق تجار الحدود، أشخاص شيعة وصلوني للقصير، من القصير أشخاص بعتقد شيعة أو علوية، داخل الأراضي اللبنانية اللبنانية، بس كلهم شبكة واحدة. هاي المنطقة بالتحديد مسيطر عليها النظام والحزب. يعني أنا نزلت من سيارتي الشيعي، إجا ملازم أول شال معي تشناتي، قطعنا من فوق الساقي، لوين ما أخذني الشيعي بيقلي روح روح هني بدهم يوصلوك. ضباط النظام، ضباط عساكر، نقطة حدود حرس هجاني أو ما بعرف شو يسموها، بعتقد هني كانوا مع حركة أمل أو لا، ما هم مع جماعة الحزب، لا بعتقد حركة أمل. قطعنا على حمص على قصير، من حمص وصلنا لهيك، وصلنا لحمص ورجعت. في المهربين اللي وصلوني من حمص لحلب للمدينة مخابرات سورية على حواجز مناطق النظام، يبرز هويته الشخصية اللي تفضل معلم تفضل، ما سألوك وين رايح. هني ما مشكلتهم وين رايح، مشكلتهم انه معك مصاري تدفع، الله معك. ما معك مصاري انت بتصير عدوان كنظام سوري، كالضباط اللي عم تشتغل معه، ميليشيا الفاس دي كلياتها. ما مشكلتهم انت شو انتمائك ولا شو دينك، ولا مشكلتهم بدهم مصاري بالوقت الراهن. بعدين دخلت على المناطق المحررة، في خوف، في خوف، يعني ما بتعرف حالك كيف بالكورونا، ما بتعرف عمين عم تسلم بدك تصير معك كورونا. هلأ هيك ما بتعرف حالك انك تحطوك بالزيل على سوريا. مشكلتهم انه بدهم يعملوا حرب إعلامية حتى يجيبوا مصاري من برا على اسم السوريين. هلا ما فيهم يطلعوا يقولوا فلسطيني، فلسطيني صاروا من 63، عفوا من 48 فلسطيني. ما فيهم يجوا يقولوا اليوم الفلسطينية عاملين مشكلة، بيقول لك الفلسطينية صاروا 50 سنة بلبنان، هلا بينت المشكلة تبعهم. بس في كثير أشخاص إذا راحوا على سوريا، إذا ترحلوا على سوريا مصيرهم عدم. هدول خطر عليهم، حياتهم خطر. في عندك منشقين، في عندك كان ناشطين، في عندك أشخاص مصابين، أشخاص عندهم بتر، أشخاص عندهم
اصابات ما فيهم يشتغلوا، ما فيهم يتحركوا، هدول النظام بده اياهم. بوجه رساله للشعب اللبناني، ما تنجروا ورا السياسيين تبعكم، ما تكرروا الفشل. النواب نفسهم عم تنتخبوهم، الوزراء نفسهم عم تخلوهم، السياسيين نفسهم ما تلحقوهم، ما تنجروا ورا كلامهم. هدول كلامهم حبر على ورق، ما تلحقوهم، ما تنجروا وراهم. نحن كاشخاص سوريين، كاشخاص لبنانيين عم نشتغل نقدم للبنان، عمرنا واشتغلنا وشلنا وحطينا بلبنان اكثر من السياسيين يقدموا للبنان. السياسي بفوت مو ليكون هو سياسي، السياسي بفوت مهني، انه انا بدي اعمل نايب اشتغل لي سنتين زمان برسمه بطلع بيجي غيري. هيك هدول النواب عم يتاجروا بالشعب اللبناني وعم يرموا اخطائهم على ظهر الشعب السوري.